أعزائي المشاهدين، يا هلا مرحبا فيكم عبر عدسة رياضية. يتجدد اللقاء معاكم من خلال تغطيتنا الإعلامية لبطولة كأس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى، حتى نتعرف معاكم على منافسات هذا اليوم. خلوكم معنا. مشاهد عديدة حفلت بها بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوى العمومي والناشئين تخليداً لذكرى المرحوم خالد خليفة الشمري على مضمار وميدان أحمد الرجدان في منطقة كيفان، حيث شارك أكثر من 200 لاعب في بطولة الألعاب المختلفة، وهي مسابقة الجري في مسافات مختلفة، مسابقة الوثب، مسابقة رمي الرمح، مسابقة القفز بالزانة، مسابقة دفع الجلة، ومسابقة قذف القرص. كما اتسمت مسابقات الميدان بالندية والإثارة والتنافس الشديد بين المتنافسين على لقب البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أخوكم أحمد سعيد المسلم رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى. والنعم أخوي أحمد، اليوم ما شاء الله يعني شفنا أعضاء الاتحاد الجميع بدون استثناء حاضر، وكذلك من محبين اللعبة وأولياء أمور، وذلك تخليدا لختام البطولة اللي أنتوا حددتوها الفئة العمومي والناشئين تخليدا لذكرى مرحوم خالد الخليفة الشمري لاعب بطل سابق، وهذا الوفاء أمانة تشكرون عليه. وطبعا الأخ خالد خليفة المرحوم أمين السر قبل، وكان لاعب قبل لا يكون أمين السر، طبعا من الناس اللي خدموا الاتحاد الكويتي والرياضة بشكل عام. فاليوم شلون نشوف ختام البطولة بشكل عام؟ احنا أمانة كإعلاميين مستمتعين، يعني ما ودنا أن نختم، ولكن إن شاء الله يعني راح يكون لنا تغطيات ورسائل قادمة معاكم. طبعا أخوي عادل، مثل ما أنت شايف حضور أخواني أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد الكويتي والأندية وطبعا أولياء الأمور، هذا دليل على حرصهم على المشاركة والتميز وإنجاح طبعا المسابقة. ومثل ما أنت عارف رياضة ألعاب القوى هي أم الألعاب، ودائما هي اللي تمثل الكويت خير تمثيل. كلمة اليوم أو رسالة أخيرة أخوي أحمد مسيلم حاب توجهها عبر قناة الرياضية الثالثة. طبعا في البداية في الختام نشكر تلفزيون الكويت على تغطيته ومساهمته لنجاح البطولة، وهذا دور طبعا كبير من الإعلام لإبراز الشباب الكويتي وتحفيز لهم يعني في البطولات القادمة. كذلك أشكر اللجان العاملة في الاتحاد وأخواني أعضاء مجلس الإدارة والأندية على نجاحهم في ختام بطولة العمومي والناشئين، والشكر لجميع اللجان التي عملت في الاتحاد. أخوك طلال خليفة الشمري. يعني البطولة أغيمت تخليدا لذكرى الراحل خالد خليفة الشمري، الأخوان في الاتحاد حبوا أنه يعني يخلدون ذكرى في هالبطولة اللي هي خصصوها فئة العمومي والناشئين. اليوم شلون نشوف أجواء البطولة يعني من قبل المشاركين، من قبل تواجدكم في هذه البطولة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك عليكم ما تبقى من الشهر. وبالنسبة للبطولة، أولا شكر كبير لاتحاد ألعاب القوى اللي يعني خلدوا ذكرى خالد خليفة الشمري، وهذا شيء مو غريب عليهم طبعا. وخالد الله يرحمه لاعب آسيوي وعربي بطل من أبطال الكويت في العصر الذهبي يعني، وهذه خطوة يعني يشكرون عليها صراحة جميع القائمين على اتحاد ألعاب القوى واللجان كلها اللي في الاتحاد، من لاعبين من حكام من حتى جمهور يشكرون على الشيء هذا صراحة. فاليوم نبي نوجه رسالة للاعبين اخوانك وزملائك، يعني شنو اللي حاب توجه لهم عبر عدسة القناة الرياضية؟ والله اخوي الغالي، يعني اللي تواجد في المكان هذا اليوم يعني هو يجتهد من نفسه، يشوف الابطال ما شاء الله ويشوف الالعاب ويشوف، بالعكس نوصيهم بالاجتهاد وتكملة المسيرة السابقين من الابطال ومن نجوم الكويت من ايام العصر الذهبي لليوم. عسى الله يوفقهم إن شاء الله ويوفق الجميع.
مستمرين معاكم أعزائي المشاهدين في تغطيتنا لمنافسات هذا اليوم، ولكن من بعد هذا الفاصل. جراح الإبراهيم حكم مضمار العاب الاتحاد العاب القوة. والنعم أخوي جراح، اليوم معك البنوتة حاضرة في هالسباق ومنافسات كأس الاتحاد، نتعرف عليك. أنا اسمي جنى. عاشت لسامي جنى. جنى أنا بسألك قبل الوالد اليوم، زين جنى اليوم ما شاء الله حاضرة، شلون شفتي اليوم مسابقة؟ الأجواء حلوة؟ مستانسة. حلوة مستانسة. شنو ودك اذا كبرتي يعني تصيرين لاعبه يعني العاب قوه؟ هاللعبه هذه يعني عاجبتك؟ اي وايد. شنو تحبين اكثر شيء، الركض، الجري، ولا مثلا تحذفين الرمح، ولا شنو اللعبه اللي حبيتيها؟ الجري. الجري ما شاء الله عليك، ان شاء الله يعني ممكن تكونين بالمستقبل يعني بطله تمثلين الكويت داخل يعني محليا وخارجيا. يلا ان شاء الله نفرح فيك ان شاء الله من تكبرين ونشوفك محققه انجاز باسم الكويت. مشكوره جنى، يعطيك العافيه. اليوم البطوله في ختامها اخوي جراح، يعني ما شاء الله شفناكم على قدم وساق منذ انطلاق البطوله، يعني لنا تقريبا اكثر من اسبوعين واحنا متواجدين، ما قصرتوا انتم كحكام، طلعتوا البطوله يعني في شكل مميز، اللاعبين كذلك، يعني الكل قاعد يثني على دوركم، شلون يوم تشوف ختام منافسات البطوله؟ بطوله عزيزه وغاليه، وهي جت في اخر نهايه الموسم بالنسبه لاتحاد العاب القوه، في هناك استحقاقات خارجيه لبعض اللاعبين المتميزين، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. صراحة الجهود مشكورة من هيئة الرياضة بالإضافة للاتحاد الكويتي لألعاب القوة، وزارة الإعلام المتمثل في قناتكم المتميزة. احنا مستمتعين في الأجواء الرمضانية والحلوة اللي جت في مناسبة عزيزة علينا، ذكرى المرحوم خالد خليفة الله يرحمه ويغفر له. صراحة كان أمين السر العام السابق، إنسان عزيز وذكراه طيبة يعني جميع اللاعبين والمدربين والمشرفين. فيصل الدسم أمين صندوق ألعاب القوة. والنعم أخوي فيصل. أخوي فيصل اليوم شفنا البطولة في ختامها، ما شاء الله أجواء الكل متواجد، أعضاء مجلس اتحاد ألعاب القوة كذلك، أولياء الأمور، اللاعبين، اليوم شلون شفت الأجواء في ختام هذه البطولة؟ هذا الختام بسم الله أول ختام البطولة أول، ما شاء الله شباب هذا حرص على اللواعيب كلهم، فشيء تشجيع هذا. وهذه بطولة ختام أخونا المرحوم خالد خليفة. فاليوم رسالة حابة توجهها لإخوانك اللاعبين عبر عدسة قناة رياضية ثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوي شجع اللواعيب أنهم يشاركون في البطولات هذه في جميع اللعبات، يعني لعبات ألعاب القوة في 22 لعبة، فنحب نخليهم يشاركون في اللعبة هذه أحسن، يعني مثل ما يقولون شيء طيب. يا اهلا ومرحبا فيكم، معكم اللاعب احمد ابل، لاعب نادي القادسيه في مسابقه دفع الجله وقذف القرص. اليوم شلون تشوف الاجواء؟ شلون تشوف المشاركه من قبل اخوانك اللاعبين؟ والله انتم شايفين يعني الاجواء شويه هاديه، فممكن السبب عشان ان رمضان والعشر الاواخر، فتدري برمضان والعشر الاواخر شويه يكون الوضع هادي والناس ما لها خلق، بس يعني مثل ما يقولون الوضع زين الحمد لله. نبي اليوم يعني تكلمنا عن خامة اللاعب اليوم الكويتي. والله بالنسبة حق الخامات اللي موجودة أكيد إحنا عندنا خامات، والكويت ولادة يعني ولادة في جميع اللعبات، مو بس لعبة ألعاب القوة، بس في لعبات عندنا مظلومة يعني شوية، مثل لعبة ألعاب القوة هي لعبة فردية، وما شاء الله يعني اللاعب هو اللي حقق إنجازه بنفسه، ما حد يساعده. هي لعبة مظلومة تحتاج اهتمام أكثر من الهيئة، انزين. في عندنا لاعبين ولاعبين يعني سواء كانوا قدامى سواء كانوا حاليين. الحاليين عندنا سعد الرميض، عندنا يعقوب اليوحة، عندنا عيسى الزنكوي. في لاعبين وايد يعني، يمكن لو أبي أعد لك إياهم ما راح أخلص يعني.
رسالة حاب توجهها عبر عدسة الرياضية اللي متواجدة اليوم في ختام هذه البطولة؟ والله رسالتي أتمنى من كل الشباب اللي يحس أنه عنده إمكانيات يقدر أن يشوف نفسه أنه يقدر يعني يكون بطل، يقدر يرفع اسم الكويت، أنه يشارك. يعني بالعكس الرياضة حلوة، فيها صحة، فيها عافية، تبني تاريخ لك زين تاريخ، وبالنهاية يعني وهذا الأساس أن أنت قاعد ترفع اسم الكويت في المحافل الدولية، وهذا هو المطلوب. يعني في ختام تغطيتنا الإعلامية اليوم أعزائي المشاهدين لمنافسات وسباقات بطولة كأس الاتحاد الكويت ألعاب القوة، نتمنى أن تكونوا استمتعتوا معنا من خلال هالتغطية، على أمل نلتقيكم في تغطيات أخرى، في أمان الله.